نعرض هذا التقييم على مجلس وزاري مشترك قريبا لكي نحل كل ما كان عالقا من المشاكل. 5100 حاج جديد، وهذه الحقيقة مكسب، فيها 16 وكالة جديدة، وهذه نقلة نوعية يعني. وأنا كنت في المملكة العربية السعودية قبل ما جئي وقلت لإخواننا في الوكالات التي سبق لها الحج، ما تخليوش الوكالة الجديدة التي نجحت ما تخليوهاش بدون نصح وبدون مرافقة. عملية الحج بقدر ما فيها تقديم خدمات تجارية، والمتعامل هذا يريد أن يربح كما المتعامل السعودي يريد أن يربح، ولكن احنا لازم نديروا في بالنا بأنه نريد أخلاقة عملية تنظيم الحج. وهذه الناس تريد أن تربح على حساب الآخرين، الناس تريد الثراء الفاحش على حساب الآخرين، الناس تريد أن تنهب المال العام على حساب الآخرين. هذا الوقت انتهى، قول الله يكفي، يخيف، وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا هو المسؤول، جيبوا عند ربي يسألوه، خديم القوم سيدهم. سعينا بكل ما نملك من قوة ألا ترتفع كلفة الحج، واخترنا بحمد الله تعالى فنادق اللي تلبي الرغبة تاع الناس وتكون في المكنة تاع الناس كالمكرمة اللي ربي شرفها بجلالها، ولكن قوة تضاريسها وبعدها وارتفاعاتها ما يقدرش إنسان يلقى المكان واطي في كل هذه. قريش كان يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعينا ربي ينحي لنا جبل من مكة، ادعى ما دعاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقينا احنا في لو كان دعا كان ينحي، لكن ربي قال لهم لا، الصعوبة هذه المشقة هي اللي تجيب حلاوة الحج، هي اللي تجيب الأجر أكثر. ولكن هذا القرار احنا ننتظر، لأنه نعرفه مش معناها خدمة مؤسسات الدولة كلجنة قطاعية، كلجنة كمجلس إدارة، كمجلس وزاري مشترك يخص هذه القطاعات، اللي راح يفصل في كثير من الأشياء. والدولة ما هيش رايحة تضر شعبها ولا تضر مواطنها، ما كانش واحد عنده مصلحة في أن يضر المواطن.